يعقوب يعني المشكلة وين يعني مثلا؟ ولقيتوا السكر في مدينتكم دي انقطعت ولا كيف يعني؟ فأنا مستعد ممكن أشتري هنا كام رطل ذات يعني. طيب بجاوبك طيب دقيقة بجاوبك، أنا أوريك أنا وين، أنا أرجع الدور هنا. طيب خلاص يا دول، قامت جابت عندها 2 برطمانية قط قط خطتها زيتها، قال لها هذا السكر يشربه. قال لي انت اسمعي، تعالي تعالي تعالي، يعني انت زعلانه انه نحن نزلنا في بيتك؟ موضوع بسيط يا ولدي. قلت لها، قال لها ارفع اننا بطاطين. هو رفعنا شنطنا ورفعنا بطاطيننا دنيا ليل، قلنا لها ودعني يا ظلام مرهوف في ابوابنا تاني ما تعدي. شلنا حاجاتنا يا دول، مشينا طلعنا برا من هي قريه، طلعنا برا من القريه في الغابه، هناك جوا الغابه فرشنا البطاطين انا وامي وامنا، بكره الصباح سافرنا. تقول لي انت ما انا مجنونه في مخك ولا شنو؟ انا عندنا قروش، لكن بس عشان ما عندكم فندق هنا عشان نرقد فيه، لو عندنا لو كنا نحن في المدينه ما كان جيناكم ضيوف. انت مجنونه في مخك ولا شنو؟ انت عبيطه ولا شنو؟ ترى احنا محتاجين لكم يا دول كده، نحن ده تركيبتنا، ما في واحد وطواطي هنا يجي الادب. في واحد قال لي انت وين في فرنسا؟ انا في مدينه بتاعت فلتا، في مدينه اسمها فلتا، يعني الشركه اللي انا شغال فيه ال ام بي، نقول لها ال ام بي، يعني دي المدينه شايف، ده الشركه اللي انا شغال فوقه، قربت اخلص فلتا، مدينه فلتا ال ام بي ال ام بي، لكن احنا نقول لها ال ام بي، واضح معروف ده ادريسي. وريتهم طلعت لايف، مشيت وريتهم الشركه هنا 10 متر، ده بيت دار المسنين، وريتهم البيت، دخلت فتحت لهم الكاميرا، فتحت بيتي بتاع تفاصيلي بتاع، وريتهم الفنيله بتاع، وريتهم الغريه تهت من ليموش. انا خايف من ابو منو يا طول، انت تخاف من زول ذاته كيف تواجهه؟ يا زعطك يا زعطه، اثنين بس في ثلاثه، يا قاتل يا مقتول. موضوع بسيط يعني، ما بيحتاج يا زول. وريتك انا بس الغشامه عندنا لا كيف يعني، ورثنا من امهاتنا، رقدنا في الغابه قلنا لا فك فيك يا دول. يا زول كسمك تعالي، كسمك تعال يا زول، انت فاضلك يا زول. يا خوان الوطي قدام، بس شفت الشنب ده كيف؟ تحياتنا يا زول، حرام ده، عديت مراندوي 3 يوم في مارسيليا انا مشغل لايف، ما في وقت مرج علي هناك. ما هو اثنين بس، اثنين هنا بس ذات. شوف انا داير اقول لكم حاجه، اسمعوا الكلام ده مني انا كويس، زول كده منكم انتوا يا جنجبيد قاعد في فرنسا ولا في بريطانيا، مش انتوا قاعدين تقول لنا نحن جينا نوفر إيشة كريمة على حسب الظروف بتاعت أهلنا، انتوا ضايقتهم هناك في البلد ده صح؟ لكن ما في زول جرى من حري، واعتذرت لأخواننا الجنوبيين كانوا جزء من أبناء الشمال السفل الملايين، خمونا باسم الخلا باسم الدين وبالخلا، وقتلنا أهلنا الجنوبيين، ده واحد يعني نحن المودة في عيننا. طيب نمرة اثنين، والمهم والأهم من كده، ما انت بشر وأنا بشر، واي دول فوقكم هنا باعتباره جرى هنا قاعد في فرنسا، معناته انت مسيطر في السودان، واهلك كتالين، كنت جيت معنا فرنسا ليه؟ مشكلتك شنو انت؟ جيت هنا فرنسا ليه؟ واي دول العيشه بتاعت انكم انتوا عايشين في الدوامر وعيشه القمر وعيشه المراقيد دي رفضها لانه جلق هنا، واي دول قاعد هنا زوركم قاعد هنا كذاب، حتى قاعد في ليبيا تذكر في واحد قال لهم انتوا ناس خبزه ساكت. ما في زول هنا قاعد في الاتحاد الاوروبي ولا في فرنسا بقدر يجيل ادبه، بيربي وبين الناس اللي كانوا قاعد ياكلوا شيء هناك، ما في زول يقدر يجيل ادبه هنا في فرنسا ولا في بريطانيا. ليه؟ لانه الناس دي خلاص ابو عيشتكم دي، عيشه القمر وعيشه الزرعه دي ابو. الان جو قاعدين في الفنادق، واي زول بيقول لك انا داير الم شملي وانا داير اتزوج، مين فيكم هنا ما داير يتزوج؟ في زول بيتزوج داير يقاتل؟ في؟ ما في؟ في زول عنده مرة جابة ولا لما شمل ولا جاو ليف قدو فاميلي منتظر انه يلم شمله يعني داري يقاتل؟ ما في.
عشان كده حتى كان رسالة زول التشادي ذاك واضح واضح، رسل لكم الرسالة قال لكم انتوا تجوا بس صور بس خلونا نحن نموت بس. اكرر لكم المقطع، في زول داري شاكل ما، وفي زول بربي لك الدينه، انت اجل حرام ولا شنو؟ انت فاضل ليك يا زول؟ هي زول بيسكينه بتفاصيله بحاجاته، ما فاضل لك فيكم زول 24 ساعة جارين انتوا الشركات شغالين، احنا قنانين الشغل ده عشان نسد به ورمغنا فقط عشان ما نشهد بس عشان ناكل، لكن جاهزين كلامنا ده قاعدين نقوله ليه وما بعده وليه وزنه وامورنا ذاته جره من زمن نميري قاعدين اكلنا ذاته شبعنا الحمد لله رب العالمين، ما محتاجين والدنيا مصيرها موت. ناس كنا جروا قاعدين في فرنسا وبريطانيا كلهم اي زول اماراتي كيف بس نحت مين؟ لا 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 انا كده كده وكده. وبيصور يوم شفت احمد كسر فات برج ايفل، يوم فات اتصور لي في برج بتاع ايفل حديد، انا ماني بعرف فاك في ايفل ولا زفت يا زول. كلهم الناس كنا هنا جوا يا زول اجري وين الفرشات وين البتاع وفرشوا بيته بتاع، ما في راجل هنا بواجه، ما في راجل داري يموت لكم، ما تسمعوا الكذب والنفاق، ما في زول داري يموت لكم، ما في زول راجل ودرجال بوراجل لكم. احمد كسر كده فيست فيست زول يطلع سكينه في الاتحاد الاوروبي ويطعن والدم يدفك هنا والبوليس يجي المات مات ولا هي ما في. الناس دي خلاص إيشة القمل وإيشة الوسخ وإيشة القرف ده، خلوا 24 ساعة لابس نظيف وراكب شنو في التي جي في ولا راكب في المواصلات وراكب في الباص وجاي بيته وداري يلم أولاده أو أولاده معه، ما بقدر. ما في زول بيخلي الإيشة إيشتكم بتاع القمل ذكر هوا تاني، إيشتكم بتاع السرحة والقمل والعفن ذكر هوا. الناس دي قاعدين شايفين البيدي، شايفين البيدي قاعدين في بيوت زي ده ومرتاحين ومع اولادهم وبتاع، وبيجي بحضن مرض وبنوم بتاع ولا داري قاتل لك، ما تسمع كذاب. انا اتحديتهم تحدي في مرسيليا، مرسيليا تحدث الرجال حق الاسود الضاريه، ما في زول قنعان من روحه طالما قطعوا معنا البحر الابيض المتوسط هنا، اقسم بالله كذابين، ما في زول بواجه. انا اتحديتهم وده الفلتر تهت من ليموش، ليموش ده ساكن فيه اسمه حامد، وانا تجي من اللي مش تركب القطر تجي غري، من غري تجي اوبيسو، من اوبيسو تهد اوكوتيلي اوبيسو مدينه بتاعت فيلتا ادم دي، انا ساكن جنبه كذاب. انا دارني ليه من شمدي، انا دار انا بتاع انت شغال بمرتب كم؟ انا ورقيجه دار نفتح ورقي، ما ادوني كرت السجور كرت العلاج، دار اطلع لي جواز صغير، دار نسافر، دار ده شغله هنا كلهم جد، يا جرى في ورق يا فتح ورقه يا دار يطلع جوازه يا منتظر الأوبرا يجيب له ليف كده فامل يعمل لم شمل 24 ساعة قاعد يتكلم معناي، عنده تلفزيون كبير بشاهد الكورة كده كده، بطلع جيستيات مع البنات كده، ده عقلوا من ناسكم دير، ناسكم دير عشان انتو القاعدين تقاتلوا في الوطن عشان هم لبسوا ونطفوا ونطفوا ونظفوا القمر وعندهم غسالات ومتابخ وبتاع وحاجات ونسوان وكده، يقفوا معاكم انتوا عشان واحد يخسر. شوفوا النادي عشان يقعدوا في ليبيا، دقون في ليبيا وقمروا في ليبيا وميتين ابوالهم، طبعا 3 سنة 4 سنة 5 سنة لقوا الورق صبروا اتمرمطوا، يجي شاكلوا لك لاحمد كشره عشان يضيعوا حياتهم دي جد. لو قتل خسران، ولو قتلوا خسران، ولو اطعنتوا بسكاكين حياتكم كلها خلاص انتهت مع السلامة. احمد كسر درجت مع اولاده وظبط اموره وعكل وشرب من زمن نميري وقنعان، كان قاتل او مقتول موضوع منتهي، ولو مجروحين الاثنين حياتك انت خربت. انا ما عندي، انا خلاص اكلت وشربت امورك باظت تماما، وتاني ما هتشوف مرتك ولا هتشوف شركة ولا هتشوف قروش ولا هتشوف اي حاجة، تشوف يوم اسود. ما في زول مستعد للاستعداد ده، ما في. بعدين اول حاجه بفكر زول هو جا في الاتحاد الاوروبي وشوف الجنجويد دي، ما في جنجويتي نادر من النوادر ما اتصور في برج بتاعت ايفل حتى لو فات بريطانيا، جاري اتخلى ذاته في ناس لبسوا بناطلين ما بجي فوقه، ذاته البنطلون والقميص ذاته ما بجي فوقه، انخلوا اندهشوا الا استغربوا ذاته كيف يا جماعه، ها يا بابا ده زولك هنا، ده زولك، انا بوريك زولك هنا، ده الفكره بتاع بطلع لك في اللايفات، الفكره بتاع القتل والقمع ده ما زولك، حتى الناس اللي جو في ليبيا بيجوا ناس خبزه
ديل ما ناسك انت، اي ما ناسك، خلي زول تعب وجقعد في فانتمينيا ويتمرمض وتعب وكسر دوبلين ويستلم ورق كويس وانتظر ويشتغل او بيعمل فورماسيون او بيقرا مدرسه اوفي او جاب اولاده واشترى سراير وجهز اموره عشان داري الزواج بيموت لك انت يكون بليد. على ده قالوا الليلة مستمتعين في 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 الدول، ولكن بيزجوكم انتوا في الحرب يقول لك ان احنا منصورين قدام بس. انزل شموا ريحه النسيم ما بقاتلوا لك، ده اديك زيدهم هنا. نحن قالين نحن قالين ننادر الاجيال وما ما فاضين، ورحنا روحنا ده في ده. شوفهم في القعدات، شوفهم هناك في بريطانيا كيف بياكلوا الشيء كيف. نحن ما جعانين، نحن ما طرطنا جفاف عشان نجي نتلمى ناكل لنا شيء عشان نصور ونقول نحن قاعدين ناكل شيء ولا لحم. ها شفتها اندهشوا بالنسوا على المره جابوا حبله كده حبله كده جايين هنا شفتها بس. زول اتحول من حياة السرحة والقمر جهنا والله العظيم. انا بخش المطعم ردمتم بس خلوا الكلام ده، مطعم بتاع الشاورما ديرين نفطر بس. نحن بيعتبر المطعم بتاع الشاورما ده ده فطور، ديرين نفطر ونمشي نجي نلقاهم هناك. ده بس تذكر في واحد هنا بيطلع لايف وبيجيب السندويشتي بتاع بتاع البرجر وباكله في اللايف في اللايف. وتذكروا لما جو 2017 و18 اندهشوا بيصوروا زي ده في محل المطعم بتاع الشاورما. والله مساكين يا جماعه، انا حق عليهم، السودان ظلمون وتشاد ظلمون. يجي زي ده بيقوموا بيرموا التلج في الـ في الـ المخلوط بتاع الفواكه ده كويس. ها شغل ده بارد كيف يا اخي؟ والله شغل ده بارد شديد حاله برا واحد. شغل ده حاله كيف انت؟ ده شغل ده شنو انت بتسوي كده؟ ها حاول ولا زيد ما بيرجع وديل ثاني ولا بي ولا بي ولا بي. هم بيعرفوا القانون الفرنسي وبيعرفوا البوليس هنا شنو، وبيعرفوا انه لو السجون تحت الوطن. زول فرش بيت وجاب مرته وجاب تفاصيله وركب المواصلات وركب الباصات وعنده كروت كريت بتاعت يا اخي بتاعت كويس، كريت بتاعت مواصلات وكريت بتاعت اقامه وكريت بتاعت بنكك وكريت 500 كريت. زول ظبط اموره زي ده بشكل لك مع احمد كسله ما تتعب روحك. انا بديك لك ده زورك، ده زورك الحقيقي. فاهمين ونحن وعجنين ومخابزين يا زول. اطلع من الليل بساقط يا زول زي واد برلين. ايوه واد برلين تذكروا زمان جا في المانيا نعم 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 السندويشتي. يا حبيبي يا واد ايه يا زول، والله العظيم اقسم بالله العظيم والله على ما اقول شهيد ربنا ما يحرقني من محلي. انا اللبس ده ما جيت هنا والله في السودان. انا بشتري جزمه ايطاليه بتتاكل بالجنبه كده، تلقاها لما تمشي بتتاكل بالجنبه كده ب 200 جنيه. ناس البيت ذاته بزعلوا بقول لي كيف تشتري؟ والله مره مشيت الجامع سرقوها، اجرت ركشه بشراباتي، مشيت قلت له وديني محل الجزم، مشيت اشتريت جزمه جديده ب 200. بعدين يعني انتوا لو ملاحظين الغيارات اللي انا بلبسها، الزول ذاته لو ما عنده شغف 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 لللبس في السودان بقول لك الزول ده لبيس، ما عنده شغف لللبس ما بيهتم باللبس من اصلا. يعني ده ما حاجه من اصلا زي الطفل الصغير، الطفل اللي بيجي بيتمسح ملح خضره وبتاع وهناي ونخاخين كده وبتاع هناي، ده امه ما قاعده تنظفه معولك من يومه. لكن لو الطفل بنظفوه كده وبغط له مريه الصغيره وبياكل وبتاع هنا او غير وبتاع هنا بيقوم كده اصلا هو نظيف وكده بتاع. لو في طفل ساكت بس انه ملح خضره ولا ملح بطيخ ولا طماطم داري حبش ده ما تهبشني ما تهبش وسختني
ده التركيبه حقتي انا من قمت كده طفل امي الله يديها الصحه والعافيه. ده الموضوع. فلو ما في زول عنده شغف لللبس ما بيهتم بالموضوع بتاع اللبس، ما بيهتم به، حتى لو جاب اتحاد الاوروبي ما بيهتم به، ولا بيهتم بالمكوى، ولا بيهتم بالغسيل، ولا بيهتم بفرشته، ولا بيهتم ببطانيته، ولا بيهتم. ده حاجه مركبه فيك اصلا كده، ما بيهتم. يعني انا عندي غريب، ما انا بقمصات ما قادر اعيدهم ولا هنا، يعني ده كان انا راحل من بيتي الا باقي اكبهم في الكوشه. ده شغف، ده شغف، حاجه شغف كده. في زول، في زول اصلا تركيبته، تركيبته بتاع مونجه ها ايت هاي اكل، فاي قروش كونه يطلع لقطعه ده بشوفها حره. ما هو انت ذاتك لو قدرت تشتري ملابس مرات انت شنو اونلاين او تمشي، او تمشي الدكان في زمن معين كده الملابس بتكون رخيصه، انت بتنتبه للزمن ده عشان تمشي، بالذات فرنسا كده اخر السنه بالتحديد، فكل الدول الاوروبيه كده. فالزول بتاع المونجه ها بتاع ايت دائما بيحافظ على انه القروش لازم تكون القروش دي، عشان بقول انا لو اشتريت الحاجه الفلان وفلان بحسبها تضريب عديل كده، فبقول لا 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 الاكل كده بينقطع، هاي الاكل اللي خدنا هذا الشهر كده زي ده ما بكفيني انا قروش، انا حولته كده والباقي كده بتاع. دائما هو بركز في المونشي، بركز في الايت، يعني بركز في الاكل دائما كده، تلقى دول كده يعني تلقاه دائما مركز. يعني اكثر حاجه بس من يقوم الصباح كده، انا هسه قبل شويه قلت لكم انا فطرت ما فطرت، اتذكرت انه انا اكلت لي يعني يعني حبه زلابيه كده بشاي، يا دوب ما شغال بالموضوع بتاع الاكل وكده والتفاصيل دي. فمن قام الصباح شفتها بتاع، حتى في الشغل ما بيتحمل الا ياكل في الفتره الصباحيه كثير عشان يمشي الشغل، لانه لغايه الساعه 12 عشان بيفكوكم من الشغل، بيفكوكم للفطور من الشغل. الزمن هنا كسوني عرفت يا لهوي، فدايما بقوم مركز للايت يعني ها للوجه. فما بزود لي ما حيقلب بيس كيف يعني مثلا، ما حيهتم. حتى ذاته مرته ذاته بتكون دبدوبه، مره مدبدبه بتتعلم منه، فبقول لها لا 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 يا اخي انا، مره بقول لها والله اشتري لي حته الفلان وانا كده داير، بقول لها لا لا القروش ده ما بكفينا نهايه الشهر والله نبقى جعانين، اي خلي بس انت خدتي حاجه بسيطه والدور الجاي شهرين ثلاثه هتشتري القطع، لانه بتاع. لكن ناس دايرين كده عندهم يعني بيعملوا سيستم كده بتاع الاكل، سلسله الاكل وسلسله الشراب وسلسله النفس وسيستم معين، يدوا الحاجات حق المراه، حق ام المراه وامه هو وكده وبتاع، يشوف له شغل ذاته يكون قروش بلس شويه كده بتاع، هناي يلبس هو يمتع نفسه يمتع مرته بتاع، هناي تفاصيل زي ده. الا الايد توقفه، توقف الشغل بتاع المونجيلا توقفه شويه. هذا الموضوع السيستم كله بتاع هاي فهمت وقالك ايوه الله يا رب الله يا رب الدنيا دي بكره انت بتطرح فيها. انا الناس رسمي محددني قال لي والله العظيم اقسم بالله العظيم الا ما تنزل السودان، وانا روحي عمري ذاته كم سنه عشان، وانا الله بيخليني ذاته عشان انا انزل السودان مثلا، يعني انا ممكن انزل ميت يشيلوا الجثه، لازم اخلي اكاون، الاكاون حقي القروش حقي في الاكاون في قروش، يشيلوا الجثه يكرتنوه يودوها، يمكن بكره اموت. انت ذاتك منتظر لما احمد كسله ينزل لك السودان حي طبه، تقول له لقيت المعامله كيف؟ كان جيش كان جنجويد. انا الابتسامه دي، الابتسامه والتنرفز، انا ما بتنرفز في اللايفات والابتسامه ده لو مت بيتذكروا مره كده، تجي تجر التيك اليوتيوب تجي تلقاني انا قاعد اتنرفز، يا سلام يا الله يصدق. شفت الزول ده كان يتذكر اللايفات ده كان كده دق الشلوت بنيه وقطع فيه نظرته بتاع، تجي تلقى محل انا قاعد اضحك فيه، تجي تلقى محل ذاته انا قاعد اقول فيه كده وكده وكده والتفاصيل كده وكده وكده وكده، في محل انت تزعل منه وفي محل انت تنبسط منه. طيب حنان زعلانة على مقتل محمد صديق، أعلق أقول شنو مثلا التعليق يعني والله يا أخي طبعا يومه لو مات مثلا ولو حي ربنا يطول عمره، والأمور ذاته
ما في حاجة اسمه الله يطول عمره. العمر محدود، العمر يبارك ولم يزيد. 50 50 60 60 100 100 80 80 70 70 انتهى العمر يبارك ولم يزيد. يكون مبروك كده بس. ربنا يبارك في عمرك في فترتك كده لكن ما بيزيد. والموت تفرون منه فهو ملاقيكم ان كنتم في بروج مشيع. موضوع انتهى. طيب واحد كتب لي اخلاص الجنجويتيه جغمه خاله. والله يا اخي قبضوه طبعا واترجت الجنجويد. انا قبل لخص الموضوع قلت له يا اخي فما تبكي وما تطلبي من الملاقيط ديل خير، لانه ديل ملاقيط. الملقوط زي التلفون الملقط من هنا ومن هنا ما هيشتغل هيسخن. فديل ملاقيط شتات مستعربين وحامين ما عندهم دين ما عندهم اخلاق، فما ترجع منهم خير. انا اديك لا من الاخر، ارجى الخير من الاسرائيليين ما ترجى الخير من الجنجويد حول قتل المجرمين. وعسى لله الله داس عليهم. اليهود اشرف من هؤلاء قتل المجرمين. اليهود اشرف منه لانه اليهود اشرف. انا بقول كيف اليهود اشرف من هؤلاء قتل المجرمين؟ لانه اليهود الان السودانيين قاعدين مع اليهود وقاعدين في اسرائيل بياكلوا بيشربوا. ما شفنا لنا يهودي اغتصب مره سودانيه نهائي ما حصل. انا في فلتا، مدينه بتاع فلتا يا هذا الشركه اللي انا شغال فيها اسمها الان بي. انا ارجل من ابوك ذاته قلت لك انا ما شرحت لك قبل شويه يا هذه.